تقييم وليد حسين سليمان. ولا وليد؟ وليد اصل سليمان، دايما هي كانت ما بين حسين ووليد. وليد سليمان طبعا بالارقام، راجل جايب هاتريك لازم ياخد رجل المباراه بالتاكيد. يمكن ده اول هاتريك في الدوري المصري اللاعب، واول هاتريك لوليد سليمان في الدوري. ايوه جايب 3 اهداف، يمكن هو كمان اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطع الكوره كمان. اكتر لاعب، يعني الرباعي الامامي اللي هم مين؟ وليد سليمان اللي هو الشحات، اللي هو اجاي، مروان محسن، اكتر واحد قطع فيهم الكوره 7 مرات، احرز هاتريك في 67 دقيقه، كمان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى. ميزه وليد سليمان دايما في الفعاليه على المرمى، بيروح على الجون كتير، عامل 5 محاولات بنسبه دقه 60%، مراوغات ناجحه 1، التمريرات الطوليه 3 منهم واحده صح، يعني نسبه دقه 33.3%، دقه التمريرات القصيره 87%. تاني اكتر لاعب حصل على اخطاء وليد سليمان كان 3 اخطاء، فبالتاكيد وليد سليمان قدم مباراه كبيره جدا ومكسب كبير جدا في البطوله الافريقيه، خبرات لعيب زي وليد سليمان. رقم 2 حسين الشحات، حسين الشحات برضو قدم، انا بسميه الارقام بتقول ان وليد